الرسالة السادسة للمؤتمر الوطني والإسلاميين. لا أريد ولا أحد يستطيع أن يزايد عليكم في سودانيتكم ولا في ممارسة حقوقكم الكاملة ككل السودانيين وفي ممارسة حقوقكم، فلقد أتيحت لكم بطريقة أحادية إدارة الدولة السودانية 30 عاما، وليس هنالك مؤرخ باستطاعته أن يتجاوز في كتاباته أن أثناء حكمكم انفصل الجنوب، وهذا قليل من كثير. سيصعب عليكم إقناع الشعب السوداني بأنكم الأفضل. المؤتمر الوطني كتنظيم سياسي يخطئ ويصيب، لذلك يجب أن تعودوا إلى نقد فترتكم منذ بدايتها وليس من واقع ما بعد 13 إبريل، فراجعوا أين أصبتم وأين أخطأتم، وإن فوضى ما بعد 13 إبريل لن تكون بديلا تستمدون منه شرعياتكم كبديل مجرب. احفظوا بضاعتكم، إنها منتهية الصلاحية.